مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ملفات. يبدأ خلال أيام موسم توريد القمح المحلي من المزارعين في موسم غير تقليدي وفي ظروف اقتصادية وعالمية مختلفة، حيث شهد القمح ارتفاعا في أسعاره بالبورصات العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت منذ عام وأثرت على أسعار السلع كافة وخاصة الحبوب. وتعمل الحكومة على زيادة معدلات توريد القمح المحلي وتشجيع الانتاج المحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الانتاج المحلي والحد من الاستيراد خاصة من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، حول استعدادات الحكومة لموسم حصاد الذهب الأصفر القمح. يدور حوارنا في ملفات مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الرحمن، رئيس بحوث قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك معانا، وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بكم، وكل عام حضرتك بخير ومصر كلها بخير. طيب استأذنك نتوقف مع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. تفضل. استعدادات مكثفة تشهدها مختلف محافظات الجمهورية مع بدء موسم حصاد محصول القمح خلال شهر إبريل الجاري، وهي أشبه بحالة طوارئ قصوى أطلقت منذ فترة تمهيدا لعمليات توريد محصول القمح واستلامه من مئات الآلاف من المزارعين على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من عمليات صيانة الصوامع والشوان وتطهيرها وتنظيفها. وبحسب التقديرات الرسمية فإن إجمالي الإنتاج يصل إلى ما يقرب من 12 مليون طن قمح بعد زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول الاستراتيجي هذا العام لتصل إلى حوالي 4 ملايين فدان. وتحفيزا للمزارعين على توريد الأقمح المحلية إلى صوامع وشؤون الدولة وبتوجيه من القيادة السياسية، تم زيادة سعر أردب القمح إلى 1250 جنيها مقارنة ب 1000 جنيه العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة بالقمح بعدما أعلنت الدولة عن سعر توريد القمح قبل بداية موسم زراعته بشهرين. من جانبها استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال موسم الذهب الأصفر للعام الحالي، حيث يتوقع شراء 5.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين لرغيف الخبز المدعم بعد زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10,000 طن بدلا من 5,000 طن للصومعة الواحدة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه. كما تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع وتخزين وستة صوامع حقلية، منها خمسة في الوجه البحري وواحدة في الوجه القبلي. ووضعت وزارة التموين قواعد صارمة لتوريد القمح للموسم الجديد للجهات المسوقة للأقماح المحلية، والتي كان على رأسها عدم تخزين أي أقماح محلية في الشوان الترابية على أن تدرج كمراكز للتجميع بعد إعدادها بالإمكانات المطلوبة، مع التأكيد من خلو المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة. لا شك أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي يشجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، كما أن زيادة التوريد المحلي يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الاستهلاك. مرة أخرى أرحب بضيف الكريم الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الرحمن، رئيس بحوث قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية. أهلا وسهلا بحضرتك مرة ثانية. ويعني بداية عايزين نعرف إيه هي أنواع القمح، يعني معروف أن ده محصول استراتيجي، وبنسمع أن القمح المصري بيعد من أفضل أنواع الأقماح على مستوى العالم، ما مدى صحة هذا الكلام؟ انواع القمح ولا اصناف القمح؟ اصناف القمح يعني. هو في انواع وفي اصناف. نعم. طب عرفنا الفرق بين الاثنين وبعدين نشوف الجوده العالميه. انواع عندنا قمح خبز وقمح مكرونه. قمح الخبز اللي بتعمل منه العيش، رغيف العيش. نعم.
القمح المكرونه او القمح الديورم اللي بيتعمل منه اللي هو القمح الديورم اللي بيتعمل منه السيمولينا بتاعت المكرونه. تمام يا فندم. ده بالنسبه للانواع. القمح الخبز بتزرع على مساحه الجمهوريه كلها. تمام. قمح الديورم ما تزرعش الا في الصعيد عشان بيحتاج درجات حراره عاليه. اصناف احنا عندنا حوالي 15 صنف او 16 صنف ما بين ديورم وما بين بريد ويت ما بين قمح ديورم وما بين قمح خبز بيتزرع على مستوى الجمهوريه. بالنسبه للجوده القمح المصري بيعتبر ان لم يكن من اجود الاقماح على مستوى العالم فهو اجودها على الاطلاق. بالنسبه البروتين وبالنسبه الصفات التكنولوجيه المختلفه بتاعه حبيت القمح. تمام. طيب ايه بقى بتبقى الاستعدادات لحصاد الذهب الاصفر او القمح، ويعني ازاي ما يكونش اثناء عمليه الحصاد في فاقد كبير للقمح المنزرع؟ والله هو الوقت الحكومه عموما ومسألة في وزاره الزراعه بتستعد او النهارده شغاله في على فكره الحصاد بدا. الحصاد النهارده 11 او 12 ابريل 11 ابريل الحصاد بدا في الاراضي الجديده لانها الموسم بتاعها نظرا لضعف الاراضي فبيحصل عمليه نضج والقمح ينضج ويبقى جاهز للحصاد مبكرا عن الاراضي الوادي. الحكومه نفسها بتستعد انها موفره في على مستوى المحطات الهندسه الزراعيه في المحافظات المختلفه المعدات التي تستخدم في عمليه الحصاد سواء كانت حصادات او كومباين او دراسات. سليم، بس هو في الحقيقه انا هقول لحضرتك على حاجه، المشكله اللي بتواجه مصر عموما ليست في القمح فقط وانما في الزراعه عموما تفتيت المساحه الزراعيه. بمعنى 90% لم يكن اكثر من 90% تلاقي خمس قراريط وست قراريط ونص فدان وفدان وبتاع، دي بتكتف او بتقلل من عمليه استخدام الميكنه الزراعيه لان مش من المنطق ان فلاح عنده خمس ست قراريط او 10 قراريط او نص فدان هيروح يجيب جرار او هيروح يجيب حصاده او هيروح يجيب كومبايند او بتاع، لكن لما بيكون فلاح عنده مثلا 10 15 فدان او 20 فدان يقدر بيستخدم الميكنه الزراعيه اللي هي بتساعده في حاجتين، الحاجه الاولانيه سرعه الانجاز واخلاء الارض استعدادا للمحصول القادم، الحاجه الثانيه تقليل الفاقد اللي انت سيادتك قلت عليه. انا فاكر واحنا بندردش قبل الهواء حضرتك يعني قلت لي عباره اذكرها بكل تاكيد، بتقول لي القمح دلوقتي هو زي القطن زمان ايام الاربعينيات والخمسينيات والستينيات. ويعني عايز تفسير لهذه العباره، هل الفلاح المصري بيقبل فعلا على زراعه القمح لانه مجزي سعريا بالنسبه لي، ولا بيذهب الى محاصيل حقليه اخرى زي الفاكهه وخلافه؟ هو الفلاح بيقبل على القمح لانه مجزي اقتصاديا بالنسبه لي، وان كان في مطالبه اليومين دول بزياده سعر التوريد نظرا للوضع الاقتصادي اللي سيادتك كلمت عليه في المقدمه والحرب الاوكرانيه وسعر الدولار وسعر الجنيه والبتاع، لكن هو الفلاح بيخدم عليه لانه كمحصول استراتيجي عنده هو محتاجه في حاجتين. الحاجه الاولانيه الغذاء بتاع اسرته. الحاجه الثانيه او تكمله الحاجه الاولانيه ان هو محتاج التبن بتاعه للحيوانات المواشي اللي عنده في قلب البيت. كمان هو كمحصول مصدر اقتصادي عالي جدا بالنسبه لعائد الفلاح في الارض. يعني الفلاح ممكن بقى زي ما كنا بنسمع زمان يجوز ولاده هو ده اللي بيحصل حاليا، يبني بيته كده، هو ده اللي بيحصل حاليا في العمل. القمح النهارده هو كلنا بننتمي الى الريف. دعونا نعترف ان احنا جميعا بننتمي للريف، ده فخر لكل المصريين يعني فخر للمصريين كلها. والنهارده عارفين يعني ايه كل واحد بيخزن في قلب بيته ارداب واثنين وثلاثه، علشان العيد يبيع ارداب، على دخول المدارس يبيع ارداب، علشان الظروف اي ظروف ما يبيع ارداب، هو كده. طب عايزين نتكلم عن دور وزاره الزراعه، البنك الزراعي، وزاره التموين في التسهيل على المزارعين في بالنسبه لتوريد محصول القمح. من انا هقول لحضرتك من 3 4 ايام كان في
بيان بيقول ان الحكومه مجهزه مش عارف قالت 4 مليار او 5 مليار يعني مبلغ اللي استعدادا لشراء القمح من الفلاحين على اساس اقصى حاجه يقدر الفلاح يسترد فلوسه مقابل القمح 48 ساعه ان لم يكن هات وخد 48 ساعه ده في حاله يعني اقصى حال. فده طبعا تشكر للحكومه ان هي ابتدت. كمان الوقت في كان في تقرير بيقول ان في 60 صومعه وفي مراكز تجميعيه وفي بتاع. كان الاول ما فيش الاعداد دي كلها من الصوامع ومراكز التجميع. فكنت بتلاقي عربيات طوابير العربيه تقف باليوم وباليومين قدام الصومعه علشان تورد القمح بتاعها ومحسوب على الفلاح اجره العربيه اللي محمله القمح بتاعها. انما النهارده مع انتشار مراكز التجميع دي كلها بيقدر الفلاح بيورد في ساحتها ودي بتخفف عنه كتير. طيب متوسط إنتاجية الفدان في مصر من القمح قد إيه تقريبا؟ هو متوسط الجمهورية متوسط الجمهورية 19.5 أرداب. ده الفدان على مستوى جمهورية مصر. نعم ده متوسط الجمهورية. ولكن 19.5 أرداب دي بقى بنقول الجمهورية. الجمهورية دي فيها الأرض الدلتا وأرض الوادي اللي بيزرعها من أيام من ايام اجدادنا الفراعنه من ايام جدنا مينا نعم واحمس ورمسيس وبتاع نعم. فيها الاراضي الجديده اللي لسه بتزرع لاول مره في القمح فيها الاراضي اللي بتزرع بقى 10 15 سنه ولا بتاع دخلت في طور الايه الاستصلاح فيها الاراضي بتاعت الساحل الشمالي اللي بتزرع على المطر كل ده كله 19.5. ولكن لو فصلت كل ارض لوحديها هتلاقي الاختلافات في الايه في الانتاجيه. يعني تبقى الاختلافات يعني متباينه قوي طبعا ولا طبعا يعني ارض الوادي النهارده ارض الوادي الدلتا الدلتا والصعيد والوادي نعم. من اسكندريه لاسوان 1200 كيلو بالطول كده بعرض الوادي نعم. في مقوله معروفه بين الفلاحين القمح بيقرط يعني ايه بيقرط الارداب الايراد بارداب الايراد بارداب عندك فدان الفلاح الكسول ما فيش عندنا فلاحين كسوله ولا حاجه الفلاح الكسول بيعمل ارداب من الايراد يبقى 24 الايراد بيدي ارداب بيدي ارداب يعني الفدان 24 ارداب ده الكسول في بقى فلاحين بتجيب 30 واكتر من 30 ما هو كسول اللي بقى بيعمل الكسول ده والتاني شاطر ازاي ما هو مش ده بتلات عيون وده باثنين ولا ده بتلات ايدين وده باثنين الفرق بين ده وده ايه اتباع التعليمات الزراعيه السليمه اتباع الإزراعيات عدم الإهمال الرايات في مواعيدها وهكذا من أول شوف من أول اختيار الصنف المناسب اثنين ميعاد الزراعة المناسب ثلاثة طريقة الزراعة المناسبة أربعة معاملات المية الري المناسبة خمسة التسميد ستة اللي هي الظروف الجانبيه التي قد تعاكس المحصول زي مقاومه الحشائش لو حصلت لو وجود افات او وجود امراض نمره سبعه ميعاد الزراعه وعمليات الزراعه السليمه ميعاد الحصاد اسف وعمليات الحصاد السليمه كل ده كله منظومه مع بعضها بتؤدي في الاخر الى ارتفاع انتاجيه الفدان لو في واحد منهم خل لازم هيأثر في المحصله النهائيه على المحصول. طب سعر الارداب السنه دي بكام تقريبا؟ 1250 ده سعر مجزي للفلاح؟ والله انا اتمنى الفلاح الدوله تستلم من الفلاح الارداب ب 2000 وب 3000 انا اتمنى هذا خصوصا هي عمله محليه يعني انت مش بتدفع دولار ولا حاجه اكون مبسوط لذلك لكن هي الدوله شايفه ان السعر ده بالنسبه لامكانياتها وبالنسبه للتكلفه بتاع الانتاج مناسب. تمام. طيب احنا اكتفائنا الذاتي من القمح وصل لكام في المية تقريبا؟ حوالي 55-60%. طب دي نسبة جيدة اعتقد. نسبة كويسة جدا. هل تقارن بينها وبين نسب سابقة حضرتك؟ قارن بينها انت مثلا عندك النص الثاني من الثمانينات في السنة في القرن الماضي يعني من 30 سنة. نعم. صح؟ نعم. من 30 سنة. كان نسبة الاكتفاء الذاتي 20%. ياه. يعني كنا بنستورد 80% يعني من احتياجاتنا من القمح رحمه الله عليه استاذنا الدكتور عبد السلام جمعه ابو القمح
كان يقول لك ايه كل 5 ترغيفة على الطبلية فيهم 4 مستوردين. ده في الثمانينات. النهاردة يبقى كل 5 ترغيفة على الطبلية في منهم رغيفين ونص او 3 ترغيفة انتاج محلي. طب مع اختلاف. اتفضل. ان في النص الثاني من الثمانينات او في النص الاولاني، انا اقصد النص الاولاني من الثمانينات، في النص كان عدد السكان في مصر 42 مليون. النهارده 100 مليون او 110 مليون. طب يعني اذن لي بسؤال يعني يستدعى الكلام اللي حضرتك تفضلت به. هل في فتره الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كان في فيتو من دول كبرى على اكتفاء ذاتي من القمح، ولا المساله كانت مجرد اجتهادات شخصيه من الاداره في مصر؟ طيب بص هقول لك على حاجه. خلينا دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه ده. الساعه اللي احنا فيها انت دلوقتي بتحاول تكتفي. المساحه الزراعيه الوقت وامبارح واول امبارح وبكره وبعد بكره، المعامل المحدد للاكتفاء الذاتي في محصول القمح في مصر المساحه الزراعيه. يعني احنا عندنا الوقت عندنا 9.5 مليون فدان او 9 مليون فدان. تمام. قسمهم لي في الموسم الشتوي عشان تكتفي ذاتيا من القمح، انت عايز حوالي 6 مليون فدان. عايز 6 مليون فدان. طيب وبقيه المحاصيل هتزرعها فين؟ عايز 2.5 مليون فدان برسيم. عايز 2.5 مليون فدان خضار وفاكهه. دول ثابتين على طول من التسعة او 9.5 مليون فدان بتوعك، دول ثابتين. عايز 300,000 فدان قصب. عايز زيهم بنجر. عايز حوالي 200,000 او 180,000 فول بلدي. تمام. ده كله ده هتجيبه من التسعة مليون فين؟ 9 مليون دول استك هيتمط؟ ولا لازم نخرج بره الوادي؟ لا لازم نخرج بره الوادي عشان نوفر. وده اللي الدولة بتعمله. وده اللي الدولة بتعمله. وده اللي الدولة بتعمله. مشاريع زراعية كتيرة بنسمع عنها، توسكا، العينات، الوادي الجديد، المهرة، 1.5 مليون فدان، غرب المنيا، سينا، جنوب وشمال، شمال وجنوب سينا، الساحل الشمالي، تتوجد أرض زيادة، توجد مية، تزرع الأرض، هتزيد مساحة القمح. رب قائل اتفضل. الارض دي مش هتصلح للقمح. ماشي، ما تصلحش للقمح. اقدر اخرج محاصيل من الوادي تزرع في الارض دي اللي تصلح فيها. يبقى انا فضيت مساحه للقمح. رب قائل لا هتنفع في ده ولا هتنفع ده، هزرع محاصيل اقتصاديه واصدرها وبفلوسها اشتري قمح. يبقى برضه عملت اكتفاء. وعشان كده زي ما تفضل رئيس تحرير الاستاذ فارس، يعني بيقول لك الدوله كانت بتحارب التعدي على الأراضي الزراعية من جانب بعض المزارعين. أعظم قرار خده الرئيس السيسي من وجهة نظري أنا وقف المباني على الأرض الزراعية. إحنا هدرنا حوالي مليون فدان أرض زراعية. أرض زراعية سودة من بتاعة مينا اللي إحنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي بناكل منها، اللي هي بناكل منها، اللي بنينا عليها. اللي بنينا عليها. ما في ذلك عبد بقى ما في ذلك الوقت كانت الدولة غائبة يعني. وقت التعدي على الأرض الزراعية من بداية الستينات وإحنا بنبني على الأرض الزراعية. لم يتوقف تتوقف المباني على الأرض الزراعية إلا أخيرا في العشر سنين أو السبع ثمان سنين الأخرانيين دول. طيب هل بتبقى في مدة لتوريد المزارع للقمح لصالح الحكومة؟ لأن البعض بيتحدث عن مدة 4 شهور، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هو طبعا قد يكون هناك مدة للتوريد، ولكن هل تعتقد أن 4 شهور مش مدة كافية أن الفلاح يودي القمح بتاعه؟ بس كان هيحصد في شهر 4 او في اول 5 معاه لغايه اول 9. تمام. وهو بيورد قمح وهيزرع في 11. يعني نهايه التوريد قبل الزراعه ب 50 يوم ولا 60 يوم. مش مده كافيه؟ حضرتك اللي تقول مش انا. لا مده كافيه. مده كافيه، بس هو العمليه كلها عمليه قصيره، بحت عايز يستنى لغايه اللحظه الاخيره لما الدوله مثلا تبدا تبقى المخزون الاستراتيجي بتاعها يبدا تقل، يقوم تبدا تستورد قمح، يقوم القمح يعلى في السوق، عايز يورد على اعلى سعر، عمليه اقتصاديه بحته. طب اسمح لي اسالك سؤال في تخصصك انت يا دكتور. انت يعني بتتولى منصب في مركز البحوث الزراعيه. كلمني عن الابحاث اللي هي بيجريها الباحثون فيما يتعلق بمحصول القمح وامكانيه الاكتفاء الذاتي تماما منه في المستقبل. ايه الابحاث دي؟ ممكن تلقي الضوء على بعضها؟ الأبحاث دي أهمها على الإطلاق
انتاج الاصناف الجديده. اللي هي ايه بقى؟ ما دلوقتي احنا عندنا حاجه في مصر اسمها او في مركز في قسم الحسام حاجه اسمها السياسه الصنفيه. ما السياسه في كل حاجه. السياسه الصنفيه. ازرع ايه وفين؟ تامي حوالي 15 صنف موجودين. انا هزرع هنا في الجيزه على النيل. هزرع ايه؟ انهي صنف؟ هزرع في سينا حيث الارض الرمليه حيث لا ماء ولا خصوبه. ازرع ايه؟ ايه هو الصنف اللي يقدر يجود معايا هنا ويدي محصول؟ وايه الصنف اللي يقدر يجود معايا هنا ويمسح؟ هزرع في شمال الدلتا الارض الملحيه. هزرع ايه؟ ايه الصنف اللي تزرع في الارض الملحيه ديت اللي تملي بنزرع فيها رز عشان تتغسل عشان الملح اللي فيها اللي جاي نتيجه البحر قربها من شاطئ البحر الابيض المتوسط واللي يتحمل اللي بتاع ده. فعندنا مثلا السياسه الصنفيه بتقول ان احنا عندنا بنزرع في عندك الارض بتاعتك ملحيه خد سخه 95 او سخه في سخه كمان 96 عندك الحراره الحراره في الوادي الجديد والبتاع خد جيزه 171 خد مصر 3 سليم عندك هتزرع ديورم خد بني سويف 5 و6 و7 خد بني سويف خد سوهاج 5 لكل ارض ليها ظروفها في بعدين نتيجه الابحاث. زمان كان وكلنا برضو بننتمي للريف وبحب اكد عليها دي كنا بنزرع القمح بدار كده صح؟ ده شافها جدي وجدك كانوا بيزرعوا بدار. نعم. بعد كده والدي ووالدك كانوا بيزرعوا القمح تسطير حط القمح في السطاره وهي بتتولى الامر يعني. النهارده احنا بنزرع مصاطب بنزرع مصاطب. يعني ايه مصاطب؟ انا باجي بجهز الارض بتاعتي مصطبه عرضها متر وعشرين كده سليم وبعديها مصطبه ثانيه وبعديها مصطبه ثالثه وبعديها مصطبه رابعه بطول الارض بتاعتي. الزراعه على المصاطب دي ما جاتش هاب هازر كده، دي جت بعد بحوث لانها بتفيد الفلاح في ايه؟ هي بتكلف الفلاح حوالي في تجهيز الارض الفدان بيكلفه حوالي 600 جنيه 1000 جنيه. لكن بتوفر معاه ثلث كميه التقاوي. بتوفر معاه ثلث كميه الكيماوي. بتوفر معاه ودي بقى حاجه للدوله كلها بتوفر معاه 20% من كميه الميه المستخدمه في الري. طب ده مهم جدا. على مستوى 3.6 من 10 مليون فدان. الفدان بيستهلك في السنه حوالي 2000 متر ميه. بتوفر 20% يعني 400 متر للفدان على مستوى 3.6 من 10 يعني حوالي 1.2 من 10 او 1.3 من 10 مليار متر مكعب ميه. نعم. دول لما تضخهم للصحراء يعملوا هتستفيد بيهم بالتاكيد. اكيد اكيد يعني. دي كلها نتيجه ايه؟ ما حدش نام وحلم امن النوم يعمل الكلام ده. لا ده شغل شغل سنين وتعاقب اجيال. يمكن لسه من دقيقتين ثلاثه بقول لك استاذنا الدكتور عبد السلام جمعه كان بيقول خمر اربع ترغيفه من كل خمسه او النهارده بقينا وصلنا لثلاثه ولا من كل خمسه. ده تعاقب اجيال ورا بعض. طب استاذن حضرتك نتابع هذا التقرير ثم نستأنف الحوار مره اخرى ان شاء الله. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الانتاج المحلي والحد من الاستيراد خاصه من السلع الاساسيه وعلى راسها القمح، تعمل الحكومة على زيادة الإنتاج ورفع معدلات توريد القمح المحلي لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. القيادة السياسية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بتولي اهتمام كبير لقطاع الزراعة وعلى رأسه المحصول الاستراتيجي محصول القمح. احنا القيادة السياسية بدنا كل التعليمات وكل المطلوب لزيادة إنتاجية القمح. احنا بالنسبة لنا كمركز بحوث زراعية دورنا الرئيسي إنتاج الأصناف الحديثة العالية الإنتاجية المقاومة للتغيرات المناخية، بجانب أن حضورنا توعية المزارعين وإرشاد المزارعين
احنا عندنا الحملة القومية لمحصول القمح لأول مرة إلا هذا العام، عندنا حوالي 7000 حقل إرشادي موزع على مستوى الجمهورية. الدولة بتدي اهتمام كبير بتوفير كمية التقاوي المعتمدة. احنا السنين لأول مرة انه احنا الموسم الحالي الوقت حاليا وصلنا لاكتفاء ذاتي من التقاوي المعتمدة حوالي 70%. الهدف الرئيسي كل العملية الدولة بتولي اهتمام ان احنا بزود انتاجية مصر من القمح وانتاجية المزارع الاول داخل المزارع، وبالتالي هنعكس على الكمية المنتجة بالنسبة لجمهورية مصر العربية. انا ان شاء الله هتوقع ان شاء الله بمشيئة الله تعالى ان شاء الله هنتعدوا حوالي 5 مليون طن هذا العام ان شاء الله، والمحصول الموجود على الطبيعة ان شاء الله مبشر وهيكون انتاجية عالية ان شاء الله. تسعى الدولة إلى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح من خلال زيادة المساحات المنزرعة لزيادة الإنتاجية وتحقيق أفضل إنتاجية للفدان للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح والحد من الاستيراد. طبعاً الدولة مشكورة، أي مساحات أرض بتتم استصلاحها النهاردة، الأراضي الجديدة اللي بتصلح في شمال الدلتا، في جنوب الدلتا، في غرب في غرب النيل، الأماكن دي كلها مشروع المليون ونص فدان، الكلام ده كله بتخصص أكبر مساحة ممكنة منها لمحصول القمح. طبعا الإرشاد الزراعي بيبقى عليه دور مهم جدا، البحوث الزراعية لها دور مهم جدا ودور رئيسي تقريبا، إنها بتدي للفلاح التوصيات الفنية، بتدي له الإرشادات اللي يتبعها علشان يقدر يحصل على أعلى محصول ممكن. القيادة السياسية حريصة جدا 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 على إن المزارع ياخد مكسبه ومكسب كويس عشان يقدر ينتج، والفلاحين النهاردة أو المزارعين النهاردة بيزرعوا القمح على إن عارفين إن لما هيورد هيقدر ياخد سعر مجزي وسعر كويس جدا. والتعليمات والتوجيهات ان المزارع يورط حاجته بيقبض فلوسه بسرعة بحيث ان ما يبقاش فيها اي عطلة ولا اي حاجة، والمزارع يبقى مرتاح ويورط. ليه؟ عشان الدولة تستلم اكبر كمية. اتخذت الدولة المصرية الكثير من الاجراءات لدعم الفلاح لزيادة الارصدة من القمح وتشكيل لجان لمتابعة توريد الاقماح وزيادة اسعار التوريد لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي، فضلا عن انشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية. دكتور عز الدين عبد الرحمن، أستاذ ورئيس بحوث قسم بحوث القمح بمعهد البحوث والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، تايتل كبير شوية لكن طبعا يسعدنا. بالنسبة للإرشاد الزراعي، هل هناك أماكن ثابتة يستطيع الفلاح يتواصل من خلالها مع الإرشاد الزراعي علشان ياخد التعليمات السليمة لإنتاج محصول وفير، ولا يعني المسألة قد لا تكون متوفرة بالشكل الكافي بالنسبة للإرشاد الزراعي؟ شوف، الإرشاد الزراعي ده الذراع التي يعمل بها مركز البحوث الزراعية لتوصيل المعلومة للفلاح. ما من مديرية زراعة على مستوى الجمهورية إلا وفيها إدارة مركزية للإرشاد. وبالتعاون بين الإرشاد الزراعي وما بين البحوث لخدمة الفلاح، زي ما كان بيقول أستاذنا الدكتور إبراهيم زميلنا العزيز إن إحنا عندنا 7000 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية. 7000 حقل إرشادي دولت بالظبط كده هو 7000 سنتر تعليمي للفلاح متوزعين على مستوى الجمهورية. كان يعني هو في متناول ايد الفلاح، ولا مثلا يعني الفلاح علشان يروح له يعني يمشي كيلو مترات وحاجات كده او يركب يعني قد لا يكون ده مسائل جغرافية، دي مسائل جغرافية موجودة في كل في الجمهورية كلها، لكن المهم ان هي موجودة. المهم ان هي موجودة في الارشاد الزراعي، في الجامعات الزراعية، في التعاون الزراعي، في مديريات الزراعة، كل ده كله متكاتف فيما بما فيهم مركز البحوث الزراعية أو قسم البحوث القمح، كل ده كله بيتكاتف فيما بينه لخدمة محصول القمح ولخدمة الفلاح. نعم تمام. طب بالنسبة لقضية مهمة جدا وهي قضية التغيرات المناخية، إزاي بتتعاملوا معاها بالنسبة لمحصول القمح؟ هل التغيرات المناخية أثرت على الأماكن اللي بيتم زراعة القمح فيها ووفرة المياه بالنسبة للمحصول، ولا يعني انتوا شايفين الامر ازاي؟ بالنسبة للتغيرات المناخية
كل محصول ليه احتياجاته من الضوء والحرارة وساعات الليل وساعات النهار. تمام. أي محصول حتى الإنسان والنبات الآخر كائن حي زيه زي الإنسان، والقمح نبات من ضمن النباتات دي. التغيرات المناخية محصورة في القمح في تحديد الزراعة، معاد الزراعة الأمثل للزراعة لزراعة القمح. جرى العرف وبرضه من أيام الفراعنة كانوا تملي يقولوا إيه، هطور أبو القمح المنثور، أو اللي يفوتوا هطور يستنى لما السنة تدور، يعني لما تعد عليك هطور وما زرعتش استنى بقى بقابلني السنة الجاية لما تزرع. فطيب هطور لو جينا حاليا يمكن في بس مع المدنية وبتاع نسينا الأشهر القبطية دي تمشي زي بتاع، بس أعتقد الفلاح المصري لا أكيد أكيد أهلا بك عشان بنتكلم لكل يعني الناس يعني كياك يقول لك صباحك مساك بتاع وحاجات كده يعني. فهطور ده النص الثاني من شهر نوفمبر، النص الثاني من شهر نوفمبر يبقى هو ده الميعاد الامثل لزراعه القمح فيك يا مصر. بيبدا النص الثاني من شهر نوفمبر 15 16 17 من اسوان، على بال ما توصل اسكندريه تبقى يوم 30 او 27 او 28 نوفمبر. تبدا من اسوان وتنتهي باسكندريه من الجنوب الى الشمال، حتى يلائم المحصول في انباته درجات الحراره المناسبه، يلائم المحصول في انباته الظروف الجويه المناسبه لعمليه الاخصاب والتلقيح، والا لو انت زرعت في غير معاد زراعه غير مناسب هتطلع لك في الاخر عباره عن محصول قش سبل عقيم لا يحمل اي حبوب لانه لم يجد الظروف المناخيه المناسبه لعمليه العقد. ما انا كنت عايز اسالك برضو في حاجه، يعني التكنولوجيا تطورت والاليات تطورت، يعني كان زمان في محاصيل شتويه ومحاصيل صيفيه كلنا كنا عارفين كده، دلوقتي بقى في الصوب ومش الصوب وكده، ممكن تزرع المحصول في غير موسمه. فهل ده ينطبق على القمح؟ بمعنى هل ممكن عن طريق التكنولوجيا يعني نزرع القمح مرتين في السنه مثلا؟ ازاي حضرتك اللي تقول سواء ازاي او ما ينفعش ما ينفعش لا انا مش عارف، ما احنا قلنا ليها ظروف، ليها احتياجات مناخيه محدده، يعني مش ممكن توفير عن طريق التكنولوجيا او الصوب او خلافه. هو القمح هنزرع كم مليون فدان تبع الصوب؟ الصوب دي علشان تزرع فيها خضار ليها طلبات معينه، تزرع فيها خضار، تزرع فيها نباتات زينه بتاع، انما محصول زي محصول القمح، محصول زي محصول القطن، محصول زي محصول الاستراتيجيه الذره، القصب وبتاع، الكلام ده ما ينفعش. دي محاصيل حقليه، اسمها محاصيل حقليه، نعم، مش محاصيل صوبيه. نعم 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 نعم، يعني فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، إحنا بنسأل أهل ذكر يعني. لا الله يكرم. طيب بالنسبة ل يعني القمح كمحصول استراتيجي مصري، قدامنا تقريبا قد إيه من الوقت علشان نقول الحمد لله اكتفينا ذاتيا؟ طالما إحنا ماشيين في زيادة المساحة الزراعية فبنقدم كل يوم خطوة. وبرضه أقولها لك تاني، في أول التمرين كنا بنزرع واحد يعني كنا بنزرع حوالي 1.2 مليون فدان، النهارده وصلنا ل 3.6 مليون فدان. الاراضي اللي بتتصلح في الوادي دي كلها في السقف خارج نطاق الوادي وخارج نطاق الدلتا والدلتا الجديده والتوشكا والعوينات و و و كل ده اضافه للمساحه الزراعيه، اضافه للمساحه الزراعيه. وطالما المساحه بتزيد طالما يبقى في امل لسد الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك. طب كان في برنامج عاملاه وزاره الزراعه اسمه احمي قمحك، احمي قمحك، العهد الرقمي، يعني ازاي ساهم هذا البرنامج في زياده الانتاجيه، حل المشكلات وازاله المعوقات اللي ممكن العياده الرقميه او احمي قمحك ديت او العياده الرقميه عمليه الكترونيه بحته، المقصود منها ان الفلاح بيبقى عنده مشكله بيتصل برقم معين على الواتس او بالتليفون او على الماسنجر، بيجيله الاجابه بتاعته سريعا قبل اسرع من تحرك الفريق العلمي لما يروح له. فهو دي عمليه مفيده برضه للفلاح. يعني لو يعني بسادتك انا مسؤول عن محافظه الجيزه في الحمله القوميه، انا شخصيا مسؤول عن محافظه الجيزه في الحمله القوميه للنهوض بمحصول القمح.
لو جالي شكوى من العياط على الاقل على بال ما اتحرك لها مش هيكون خدت على تجيلي النهارده هتحرك لها بكره. تمام. انما لو جات لي بالتليفون ممكن اجاوبه دلوقتي او بالعياده الرقميه او باحمى قمحك على بال ممكن اجاوبه في خلال دقائق على بال ما هتحرك ليه تاني يوم واروح له واشوف الامر على الواقع على ارض الواقع. صح؟ تمام يا فندم. بس تمام. طب استاذنك معنا عبر الهاتف الدكتور اشرف كمال عباس استاذ الاقتصاد الزراعي. برحب بحضرتك يا دكتور معانا. معروف لينا كلنا ان القمح ده محصول استراتيجي، يعني يكفي ان هو العامل الاول والاساسي في انتاج رغيف الخبز الذي لا يستغني عنه احد من المصريين. يعني كيف تقرا حضرتك جهود الدوله في زياده الرقعه الزراعيه لانتاج القمح؟ ويعني يعني هل هناك اقتصاديات لهذا المحصول الاستراتيجي المهم جدا؟ اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو ومشاهدي القناه الكرام وضيفك الكريم الدكتور عز الدين. اهلا وسهلا بسيادتك. اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. بغايه الاهميه ما اشرت اليه حضرتك، محصول القمح هو المحصول الاستراتيجي الاول في مصر، ويرتبط باقتصاديات رصينة تعمل الدولة، يعني ما سؤال حضرتك، جهود حثيثة في اتجاهين رئيسيين، أولهما التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة من القمح، وهناك زيادة مضطردة في هذه المساحة بلغت 3,650,000 فدان العام الماضي، ويعني نعمل على زيادة التوسع في مساحة القمح نسبيا على حساب البرسيم الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون فدان. تعمل الدولة من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030 على خفض تلك المساحة إلى فقط 1,300,000 فدان، لكن لا يمكن خفض مساحات البرسيم بشكل كبير جدا نظرا لأهميته في الإنتاج الحيواني. جهود حثيثة من الدولة من خلال المشروعات القومية الكبرى، مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة في إطاره مشروع مستقبل مصر وشرق عوينات وشمال ووسط سيناء، كل تلك المساحات الكبيرة تضيف إلى مساحة القمح طبقا لتوجيهات واضحة من القيادة السياسية بذلك. فضلا عن المحور الثاني وهو في غاية الأهمية، محور التوسع الرئاسي من خلال جهود حثيثة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية التي تتبعها، مركز البحوث الزراعية، أكبر شرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط، ومركز بحوث الصحراء، المركز التقليدي المتخصص في زراعات الصحراء. تلك الجهود تعمل على استنباط أصناف قليلة المكث في التربة، يعني الأصناف التقليدية تمكث في التربة بالنسبة للقمح 180 يوم، الأصناف الجديدة من 140 ل 150 يوم، عالية الإنتاجية، الأصناف التقليدية إنتاجيتها 18 أردب، الأصناف الجديدة إنتاجيتها من 24 ل 25 أردب للفدان، متحملة للإجهاد البيئي، متحملة للظروف المناخية الغير ملائمة، مع زيادة الإنتاجية ومع زيادة جودة محصول القمح أيضا من خلال زيادة نسبة الجيلوتينين والبروتين داخل حبة القمح. دكتور أشرف كمال عباس أستاذ الاقتصاد الزراعي، إيه رأي حضرتك فيما تقدمه وزارة الزراعة من يعني إرشادات زراعية، من حملات قومية وبرامج إرشادية، أيضا ماذا عن مركز البحوث الزراعية وما يقدمه من أبحاث ومجهود كبير جدا من أجل تحسين إنتاجية الأقماح في مصر؟ ذلك في غاية الأهمية ما أشرت إليه حضرتك، وهذا الدور يعني أضرب مثال بسيط، عدد الحقول الإرشادية العام الماضي في القمح كانت 7,000 حقل إرشادي ومدارس حقلية وتعريف للمزارعين بأفضل الممارسات الزراعية بالنسبة للقمح، والعمل على مقاومة حشيشة الزمير التي يعني هي من الآفات التي الحشائش التي تصيب القمح، فضلا عن العمل على مقاومة الأصداء خاصة الصدأ الأسود ومقاومة مختلف الأمراض والمن ومختلف الآفات التي تصيب القمح، وحملات إرشادية للتعريف بالأصناف الجديدة، لأنه توجد لدينا خريطة صنفية للقمح
بحيث تتلائم كل منطقة معها أصناف محددة من القمح. كل ذلك يتم من خلال تواصل كبير بين وزارة الزراعة والمزارعين من خلال قطاع الإرشاد الزراعي ومن خلال البحوث الزراعية ومن خلال مختلف أجهزة وزارة الزراعة في هذا السياق. طب دكتور، كيف نستفيد من البورصة المصرية للسلع في توريد القمح المحلي؟ في غاية الأهمية، والدولة انتبهت بشكل كبير بعد الأزمات المتلاحقة التي أصابت العالم، بدءا من أزمة كوفيد-19 مرورا بأزمة سلاسل الإمداد انتهاءا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. فكان هذا العام سعر ضمان 1250 جنيه للأرداب، وهو سعر مجزي للمزارع، وتم الإعلان عنه قبل موسم الزراعة بفترة كافية حتى يقبل المزارعين على زراعة المحصول. وهناك توقعات كبيرة بأن يقبل المزارعين على التوريد بشكل كبير، خاصة في ظل التسهيلات بعمل شون قريبة من أماكن القرى وأماكن لاستلام القمح قريبة، ثم التسهيلات في الدفع بحيث يتم دفع ثمن المحصول بعد الحصول عليه ب 24 ساعة. تسهيلات كثيرة في هذا السياق، ويعني نأمل بموسم قمح جيد هذا الموسم، خاصة أنه لم تحدث تغيرات دراماتيكية مناخية من حيث انخفاض ارتفاع في درجات الحرارة التي تضر بموسم القمح. فيعني نأمل أن يكون الموسم مبشر جدا هذا العام. بشكر حضرتك شكر جزيل الدكتور أشرف كمال عباس، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. برجع لحضرتك دكتورنا الكريم والعزيز، يعني حملة احمي قمحك، هذه الحملة مهمة جدا جدا، لأن ده محصول رئيسي ومهم في حياة كل المصريين. هذه الحملة ما هي الفعاليات بتاعتها اللي هي موجودة على أرض الواقع اللي احنا عايشينه؟ جابت نتيجة قد إيه بالنسبة للإنتاج وللجودة؟ ونضع خطوط عديدة تحت كلمة الجودة. احمي قمحك دي جزء من جهود بتاعت مركز البحوث او قسم البحوث او وزارة الزراعة للمحافظة على محصول القمح او لتقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك. تمام. وعشان تقلل الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك لازم عندك محورين، محور رأسي ومحور افقي. الافقي زيادة المساحة، الافقي الرأسي زيادة العائد من وحدة المساحة. تمام. زيادة العائد من وحدة المساحة. فهنا اتعملت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، اللي هي منها جزء احمي قمح. الحملة القومية لمحصول القمح دي موجودة على مستوى الجمهورية في 26 محافظة بتوع الجمهورية. كل محافظة من المحافظات ديت ايا كانت المساحة المزروعة فيها. ايا كانت المساحة المزروعة فيها. فيها فريق علمي متكامل بيضم باحث قسم بحوث القمح، ده رئيس الحملة بحكم تخصصه، معاه باحث من أمراض القمح عشان الأمراض سرعة التعامل معاها، وخاصة بياخد في الاعتبار الصدأ الأصفر أخطر أمراض القمح على الإطلاق، وبعد كده البرتقاني أو الأسود، باحث من قسم الأراضي عشان نوعية الأراضي ومعاملات المية اللي تتعمل في كل في الأرض، باحث من الفسيولوجي عشان التغذية، باحث من الحشائش عشان مقاومة الحشائش وعلى رأسها الزمير. الفريق متكامل من الزملاء بتوع الإرشاد دولت ديدنهم، كل محافظة من دول لازم بتتلف كل مرة في الشهر على مستوى المحافظة كلها. تمام يا فندم. مع أي طوارئ تحصل تتنقل لها بسرعة. تمام يا فندم. طب سيدا حضرتك، يعني هنتابع مع بعض تقرير حول المشروع القومي لإنشاء صوامع لتخزين القمح وحفظه على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم. نتابع التقرير. القمح أو كما يطلق عليه الذهب الأصفر غذاء المصريين ومحصولهم الاستراتيجي على مر العصور،
لذا اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتأمين مخزونها الاستراتيجي من محصول القمح، حيث كان للدولة رؤية استشرافية وتخطيط على المدى البعيد لتوفير أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي للقمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، فهو المصدر الرئيسي لصناعة الخبز الذي يعد الغذاء الأساسي للمصريين. لتأتي فكرة التوسع في إنشاء الصوامع في عام 2015 بتوجيه من القيادة السياسية، وبالفعل انطلق المشروع القومي للصوامع، والذي يعد من المشروعات القومية التي أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا وخصصت له تمويلا خاصا وقدمت أنواع الدعم كافة لتحديثه وتطويره. ولأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية ومحصول نقدي استراتيجي، قامت الدولة بإنشاء صوامع حديثة في كل محافظات الجمهورية لتخزين القمح وحفظه على أحدث نظم تكنولوجيا التخزين في العالم وتطبيق النظم الحديثة في إدارتها. المشروع يهدف إلى القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها في الشوان المفتوحة، والذي تصل نسبته إلى 10%، ما يكبد الدولة خسائر كبيرة وإهدار للمال. كان عدد الصوامع في مصر قليل ولا يكفي للتخزين، فضلا عن أن القمح كان يخزن في شوان غير مؤمنة، حتى تم البدء في تنفيذ المشروع القومي للصوامع في عام 2015 على مساحة تقدر بنحو 20,000 متر للصومعة الواحدة. وبعد التوسع في المشروع أصبحت مصر تضم الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي مصممة بأحدث تقنيات وتكنولوجيا موجودة في العالم، حيث يتم تشغيلها من خلال غرفة التحكم التي تمكن المنظومة الجديدة من إخراج الكميات المطلوبة من الأقماح دون هدر. وفي منتصف إبريل من كل عام يبدأ موسم حصاد القمح، ويتم تجميعه وترحيله إلى الصوامع الحديثة والتأكد من تطبيق وتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه. دكتور عز الدين عبد الرحمن، يعني الصوامع مشروع قومي أشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه من أجل الحفاظ على إنتاجنا من الأقماح اللي احنا بننتجها في مصر أو اللي احنا بنستوردها من الخارج. حضرتك ممكن تلقي الضوء على هذا المشروع؟ كان في تقرير بتاع دلوقتي 70 صومعة. نعم، من 15 العدد ده أكتر من نص اتبنى في الفترة من 2015 لغاية دلوقتي. ده الفصل القولي. ارجع بقى من قبل 15 كده لغايه سنه 60 هم كانوا 30 صومعة. ده على مستوى الجمهوريه كلها. على مستوى الجمهوريه. وده ليه تاثير بالغ في الحفاظ على انتاجنا من القمح، ورفع أو كميه ورفع كميه اللي انت بتستقبله. تمام، يجيب لك الفلاح ما عندناش مكان تخزين، دلوقتي بقى عندك. دي نمره واحد. نمره اتنين، الشوان الترابيه النهارده، حتى كمان الشوان الترابيه بداوا يغيروها، بمعنى خلوا الارضيه بدل ما هو تراب يبقى فيها حشرات وفيها فيها على الاقل خلوا الارضيه اسمنتيه بحيث ان هي يعني تبقى تحافظ على المحصول اكتر. ده شيء رائع. طب ختاما بقى، عايزين يعني ارشادات حضرتك كعالم وباحث اللي ممكن تقولها لاخواننا الفلاحين فيما يتعلق بانتاج محصول القمح. اتباع التعليمات الزراعيه المناسبه للفلاح في الزراعه. احنا ميلاش نتكلم من اول الزراعه لغايه دلوقتي، احنا هنتكلم على الشهر اللي احنا فيه دوت. انت دلوقتي بدات تحصد يا اخي الفاضل، انت هتحصد لما القمح بتاعك بيصفر، لما السنبله حامل السنبله الاخراني من فوق بيصفر. يا سيدي ما بتعرفش في الالوان، لو انت خبطت القمح كده هيبقى عامل في ايدك زي السوسته ويخروش. لو انت عديت من جنبه كده ده يبقى هو كده استوى، مش هتحس بدي كمان. خد سبله وفركها في ايدك وقرش تحت درسك، ده ترك طرقعت يبقى استوى. تضم القمح امتى؟ ضم القمح من بعد صلاه الفجر لغايه الساعه 9 10 الصبح. ضم الفتره الثانيه من قبل صلاه المغرب كده، بعد انكسار الشمس وضوء درجه الحراره، اللي بالليل زي ما انت عايز. ما تجيش زي في الظهر الساعه 2 والساعه 12 والساعه 1 الظهر وتضم، لان القمح بيبقى سخن وهيشر منك. ما تتاخرش في عمليه الحصاد علشان استنى لما هيجي لي، اصل انا بزرع في المنوفيه وفي عمال بتيجي كل سنه تزرع من الفيوم، اجرتها اسهل شويه. اللي هتوفره في الاجره بتاعت العامل اللي هتجيبه من بره البلد بتاعتك هتدفع قده مرتين وثلاثه واربعه في قمح
مفقود. عملية التخزين اللي انت بتخزن، استخدم شوالة سليمة، مش شوال يمشي تشيله على كتفك امشي ورا الاثر، انا اجيب اثر الجريمة فين سليم. دي حاجات لازم يراعيها. تصيف الارض بتاعتك، الارض بتاعتك بعد ما زعك زمان كنا بنصيف، تلم السبل اللي وقع في الارض ده كله، ده يعمل يفرق معاك جامد جدا في المحصول. دي حاجات كلها تؤدي الى زياده المحصول. حقيقي في الختام انا بشكر حضرتك شكر جزيل لضيف الكريم الاستاذ الدكتور عز الدين عبد الرحمن، رئيس بحوث قسم بحوث القمح معهد بحوث المحاصيل الحقليه بمركز البحوث الزراعيه، نورتنا. شكرا لحضرتك. طيب الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان، نلقاكم دائما على خير ان شاء الله، في امان الله.